السلام عليكم. وعليكم السلام عزت. أهلين ابني، تفضل اقعد. عزت ابني، لا تأخذني لأني خجلتك مبارح المساء. ولا يهمك، توقعت هالشي. ما في أب يوقف ضد ابنه لو شو ما صار. أنا ما أجيت أسألك ليش عملت هيك. عدنان اشتغل بالحرام ودخلوا على هذا المحل، وأنا ما فيني أكمل بهالطريق. ما بدي أهلي يعيشوا من هذا المحل، لهيك بدي حصتي اللي ترك لي إياها أبي وافتح شغل جديد لحالي. كرمالي لا تتضايقي يا روحي لو سمحتي، بتعرفي إنه ليلى بتحب تغيظك بحكيها. كل فترة صغيرة رح تمر وبترجعي مثل ما كنتي، لا تاكلي هم بالمرة. ورح ترجعي طفلة مثل قبل وترجعي تروحي على المدرسة وتلعبي مع رفقاتك كمان. ماني حاسة إني رح أرتاح. ما رح يخلص شي أمي. رح تخلصي يا أمي، كل شي رح ينتهي وأنا بوعدك بهالشي، بس اصبري شوي الله يخليك. شو رأيك نطلع نغير جو؟ أنا وياكي منتمشى شوي ومنمر على السوق، منجيب كتب. لا تبكي يا عمري، لا تبكي يا بنتي، لا تبكي. يا بنت حلي عني خليني نام، ما عندك وظايف تعمليون؟ من صوت تليفونك ما قدرت ادرس كل الوقت عم يرن. بالله مين عم يتصل؟ ترجعي بسايلي. شو؟ شو عم تقولي يا بنت؟ طيب ليش ما فايقتيني فورا؟ اي ما فقت، امت انا رديت عليه. ايه شو قال لك؟ شو قال لك؟ شو قال لك؟ ليش ما اجى؟ ليش ما اجى لك؟ ليش ما اجى؟ ما بعرف، بس اعتذر وقال انه رح يجي اليوم. يا عيني عليكي، كنت بعرف، لك كنت بعرف انه رح يجي وما رح يخجلني. شوفي ولا ليه عم بتعيطوا؟ صوتكم واصل لاخر الشارع. شوفي شو صاير، رح تصير رئيس بلدية وحبيت بشرك واخذ الحلوان. ان شاء الله الف مبروك. ها رح صير رئيس بلدية؟ شكرا، بفضلك بفضلك. صار اسمي رئيس الكذب والنصب والاحتيال، العالم عم يدقوا وراي على التنكة. ايه رشيد افندي، شو صار بالمطرب تورجاي؟ هي اخرتي بفضل حضرتك، تبهدلت وانفضحت. هيك عم يقولوا؟ هلا بس يجوا رح شوف شو رح يحكوا. رح يجي يا ابن العم، رح يجي. تورجاي جاي وبشايلي جاي، جاي هو وكنيته سوا. مثل ما عم قلك يا ابن العم رح يجي. قول والله. والله خير مرت عمي، بشو عم تفكري هيك وشاردة؟ قولي لرستم يجهز السيارة، بدي اطلع. لوين رايحة؟ بجي معك انا كمان. ما بدي اخذ معي حدا. امي عدنان، ستك طالعة لبرا، قلت لها بروح معك، قالت لي لا. ما قالت لوين رح تروح؟ لا، على الأغلب رايحة تحكي مع شامل. تمام. ألو، شو عملت هارون؟ قال لي لقيت حدا بالحبس؟ لك ما ضل عنا وقت، خلصنا من هالزلمة بسرعة ودفع اللي بيطلبوه، بس المهم يخلصولنا إياه على الخالص. ألو يا أغا، أنا شامل، فكرت بكلامك، رح أحكي الحقيقة، رح أقول إنه عدنان كان ورا هالقصة. هالحكي من زمان كان لازم تقوله يا شامل، أنا رح أجيب المحامي وأجي لعندك. ألو
مور آغا. ألو رستوم، قال بدك تطلع مع ستي لورين. إيه آغا، عم جهز السيارة. ماشي، حاول تتأخر بالطلعة، ضيع وقت، ما بعرف شو بدك تساوي. لا تواخذني يا آغا، بس ما فيني أكذب على الخانوم. إذا ما بدك تخسر شغلك بتنفذ وعلى السكت. مرت عمي رح تتأخري بمشواري؟ لورين خانو، السيارة ما فيها بنزين، رح عبيها وارجع. بتطول كتير؟ لا ستي، رح عبيها وارجع فورا. مرت عمي شو رأيك نشرب قهوة لبين ما يرجع؟ أنا مستعجلة، لا تتأخر. رح نمر على المكتبة لحتى ترجعي تقري وتدرسي. عم عزات؟ كيفك زهرة؟ أنا منيحة عم عزات، طالعين أنا وأمي نغير جو. كيفك؟ مشكور الله منيح. بالمناسبة عمي منصور حكالي عن اللي عملتيه كرمال تساعديني، شكراً إلك. العم منصور عم يبالغ، أنا ما عملت شيء أبداً، عمك هو يلي عمل. ولو مع هيك شكراً. ماشي، ما بدي أعطلكن أكتر من هيك. بشوفك يا حلوة. بشوفك. بابا. شو بدنا نعمل؟ جلال ما حكانا ابنه؟ لو خلص عن إرمين كان اتصل وطمنا، معناها ما قدر يقتلها لهلأ. شوفي ليش وقفنا؟ ليش هيك وقفوا؟ نيرمين يلا جهزي حالك وامشي معي، ما رح خليكي لحالك. ما بينوثق بهدول الجماعة، قلبي مو مطمن. شكرا، كنت مرعوبة وخايفة. لا تخافي حبيبتي، أنا رح ضل جنبك وما رح أتركك، لا تخاف. يلا لكريكو ما عم يشتغل، الكل ينزل لتحت. انزلوا لشوف، السيارة وزنها تقيل، اتحركوا بسرعة. السيارة، خذ المفتاح فكن. لا تتحركوا، لا تقاوموا إذا حابين تطلعوا عايشين. لك شوفي شو عم تعملوا. قوم. ما رح تقدروا تهربوا، رح يمسكوكم. فوت، حرك، فوت. يلا لشوف، يلا بسرعة، سكروا الباب، يلا هربوا. زهرة هون؟ زهرة شو عم تعملي بالمكتبة؟ جيت مع أمي لنقي كتب.
بس ما عم تروحي على المدرسة لشو الكتب؟ يمكن عم تاخد كتب لابنها لتدرسه. ايمتى رح تجيبي الولد انتي؟ زهرة؟ زهرة؟ تأخر رستم. هلأ تذكري روحي عبيها؟ بيكون ما انتبه انه ما فيها بنزين. ما بعرف على شو مستعجلة. طلبي لي تاكسي تاخذني، ما رح اقدر استنى اكثر. خلص لا تعصبي، رح اتصل فيه. رستم وينك انت؟ ليك مرت عمي بلشت تتعصبها. طيب يلا استعجل، قال 5 دقائق وبيرجع مرت عمي. لوين رايحة؟ انا كمان قلت بنزل على السوق، ناقصني كم شغلة. بتوصليني بطريقك لو سمحتي؟